بلاد بلادنا، واحنا شعارنا هو النظافة، والنظافة بالنسبة لنا احنا بالمرحلة في كل أوقات، يعني مش مقتصرة فقط على زمان معين، النظافة تكون على يعني على مدار اليوم كامل. النظافة بالنسبة لنا احنا ثقافة المواطن التونسي، هو يعني انه العناية بالبيئة والمحيط بالنسبة لنا احنا ريال أساسي ونراهنوا عليه، وهذا اللي بعد نخدموه الناس كلهم الحمد لله. إذا تحية ليكم الناس الكل، تحية من أعناق الأعناق، ونقول لكم تونس راهي بلاد نظيفة، وتونس دوما ستبقى ملك إرادة كل بناتها وأبنائها، واللي نقول لكم تونس خضراء وستبقى دوما خضراء.